السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوة، كي دايرين؟ بخير هانيين، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. الصوت اليوم 1 يوليوز، أنا بحال غادي خرجت من الدار. لا قوي، شت سميتو، أنا غادي ما عندي شي شغل وباقي عندي شوية الوقت، جيت هنا نشوف واحد الحاجة. قلت صافي غادي نصورها. جاو واش داروا البارح؟ جاو دخلوا لواحد البنك، المهم ما دخلوش، حاولوا يدخلوا لواحد البنك، جاو هرسوا البيبي الجاج. و يعني اش كيديروا هاد الشيء؟ كيديروا اما تيكونوا شفاره، واما تيكونوا هادوك الانتي سيستيم تيقولوا لهم هما، ضد السيستيم، ضد الاوضاع اللي كاينه، ضد الراسماليه، ضد الابناك، ضد الشركات المتعدده الجنسيه، ضد الحكومه، ضد كل شيء. هما كيطالبوا، هما نورمالمون كيطالبوا بتحسين الوضعيه ديال الفئات الهشه والفئات الفقيره. ولكن اشنو الخطير في الامر؟ هو انهم كيستعملوا العنف. وي تطالب بالحقوق ديالك، طالب بالعمل، طالب بالسكن، طالب بالسالير في المستوى، راتب في المستوى اللي يعيش كعيش كريم، بالطوموبيل، السفر، ماكله، ولكن من غير هادشي. ولكن هادشي كلشي شي باغي هادشي، هو هما كيستعملوا العنف. مثلا كتكون شي مظاهره، اش كيديروا؟ كيف جاو غاد في الشوارع؟ كاين واحد ديما واحد الفئه، ماشي كلهم، كاين واحد الفئه فيهم كتكون كتستعمل العنف. اش كدير؟ كيبداو كيهرسوا المطاعم، المتاجر، الابناك، اي حاجه كيهرسوها. اللي دازو خصوصا كيمشيو الشركات الكبار، مثلا ديال الماء، ديال الضوء، ديال التليكومونيكاسيون، ديال الاتصالات، ديال الابناك، هادو اللي هما خصوصا ديك الماء والضوء والغاز والابناك والاتصالات، هادو تيعتبروهم هما اللي مستافدين من هاد من الوضعيه الاقتصاديه، من الوضعيه، من الراسماليه الغربيه، تيقولوا هما اللي مستافدين، كيدوا فلوس بزاف وتيفرعوا المواطن، هذه هي الفكره ديالهم هما. وهادشي كيستعملوا العنف، كيحرقوا الطوبيسات، كيحرقوا الطوموبيلات، كيحرقوا هادشي حاجاكم اللي كيهزوا بيه ديال الزبل اللي لقاوها كيحرقوها. والقتلة مع البوليس، كاين وضو قتلة مع البوليس، هذا هو هما شنك الراديكاليس ديالهم، المتطرفين فيهم تجيبها. هما الفكر ديالهم اشتراكي، ولكن كيمشي الشيوعية اللي كتعرفوا. لا، مش معناتها تا علاقة بالشيوعية اللي كنعرفوا في كوريا الشمالية ولا اللي في الصين ولا في، لا، هادو كيطالبوا المهم كيطالبوا أن الدولة مثلا شركات ديال الماء وديال الضوء والغاز تكون في الدولة، ما تكونش في قطاع خاص. هذا كيطالبوا به، كيطالبوا أن الدولة تبني مساكن الفئات الهشة، مساكن ديور يكونوا الدولة هي تكون تمول واحد الرأس مال، ويكونوا أرخاص، يكون الثمن أرخص، متناول الأغلبية، متناول الفقراء. حيت كاين هو بصح كاين شي حوايج هضرة تيقولوا اللي هذا بصح، وأنه السكن مثلا اللي شنقول لكم اللي ولا مستحيل تقريبا، السكن مستحيل، ولا السكن غالي بزاف. وباش تلقى دار راه شنقول لكم الإخوان، راه ماشي هو ما كيستعمل العنف. وانت كطالب الحقوق ديالك، ما يمكنش انك تمشي لواحد اخر، تمشي لواحد اخر بحال ما هما جاو للبنك وهذا السجاج وهذه هذه، لا طالب حق ولكن سلميا، باغي دير مظاهره سلميا طالب. اما العنف ما كيوصل حتى شي نتيجه. انا غادي نقول لكم الاخوان دابا نوريكم شنو داروا. هو داك الشيء اللي هرسوا ماشي شي حاجه، ولكن المهم هرسوا. ما هو هذا، راه كاين شي وحدين جاو هنا، ما عرف ديال لاسيرونس ولا ما عرف سافتهم للبنك ولا ما سي بويلي. Pero no voy a grabar nada que pertenece al solamente a lo que hay abajo. Solo abajo, lo que han hecho, pero no voy. Vale, gracias. ما خلاونيش، بديت نصور، قالت لي لا ما تصورش، كانوا هما ثلاثة، لا
لكن لا ما تصورش داك الشيء. المهم راه بان، تنظن بان سميتو ثم طالع لها الدم وداك الشيء. انت كتصور؟ انا ما كتصورش، ما صورت شي حاجه. هو دابا منيرفي داك الشيء اللي وقع. قالت لي ما تقدرش بواحد الطريقه، واحد الغباشه، واحد الكماره، واخا انا ما صورتش، ما كنتش باغي نصور السميه ديال البنك ولا غير الضربه اللي داروا. رغم ذلك ما بغاوش، ثلاثه جوج دريات ودري معاهم، هذوك صيفطوهم. هذوك ما عرفتش واش هذوك خدام ديال البنك ولا لاسيرونس، ولا لاسيرونس ديال البنك. كيمشيو يشوفوا، كيشوفوا شوفوا ديك داك الضربه وباش يشوفوا التعويضات. دابا هما عندهم، هما مع هادو لاسيرونس، لاسيرونس عطاهم التعويضات باش يصلحوا داك الشيء. ماشي شي ضربه، داك الشيء ماشي شي ضربه كبيره. دابا سيدي غادي نقطعو، ولكن خصني نتسنى الضوء. انا عندهم الا ما كانش الضوء خضر ما نتسنى. خصك تسنى، يلا كنقطع دابا. انا كان قطع على كانت شي بلاصه ما كيكونش فيها حركه السير، كيكونش فيها الطوموبيلات بزاف، وكتكون الدنيا خاويه كنقطع. هما بحال دابا هوك يلا سير سير. كما قلت لكم الاخوان، علاش كيوقع هذا الشيء؟ حيت راه ماشي، واخا تسمعوا اوروبا راه ماشي، انا راه كاين الشركات الكبرى عندها بزاف ديال الامتيازات هنايا. دابا المواطن، دابا حنايا المواطن كيخلص الضريبه ما كيمشيش على الدار الضريبه ويخلصها، لا كتخلصها. المهم كما كتعرفوا راه حتى في المغرب كاين هذا الشيء، كتبغي تخلص الماء ولا الضوء ولا هذا الشيء ولا التليفون ولا شيء، الدوله راه كتقطع واحد النسبه وكتديها ديال الضريبه، وزيد عليها الماكله، اي حاجه تقديتيها راه الدوله كدي واحد شتي قطعتي بيه ديال الدران، الدوله راه كدي لابار ديالها ديال الضريبه. قطعتي بيه ديال الطياره، شتي قطعتي بيه ديال الكار، شتي شربتي قهوه، شتي تقدى، اي حاجه الدوله عندها، اي حاجه اللي منظمه. وهذاك اللي باع لك كيخلص الضرائب، راه كتخلص فيها الضرائب كلشي. وعاد زيد عليها هذو اللي موظفين ولا اللي اجراء، هذاك هنايا الدوله مباشره كتدي لابار ديالها. انت ملي كتخلص في الشهر، من شهر لشهر، هي الدوله كتقطع لك، كتقطع لك واحد النسبه على حساب، اما 20% ولا 15% على حساب كل جهه، كل دوله وعلى حساب كل جهه. هذه كتديها الدوله الضريبه، الضريبه كتديها الدوله كل شهر يعني كونترول. وهما هاد الشركه كما قلت، هاد الشركات المتعدده الجنسيه، هادو عندهم بحال نقول لكم بحال امتيازات، بحال امتيازات، كيخلصوا الضرائب ماشي ما كيخلصوش، ولكن ما كيخلصوش هذاك الشيء اللي خص يخلصوه. قال لك على الابناك راه روينه، على الابناك داك الشيء اللي خص يخلصوه راه روينه. كاين شنو نقول لكم، كاين القوانين، القوانين كيديرها البرلمان، والبرلمان على حساب شكون اللي متحكم فيه، شكون راه من هنا. دابا المشكل كاين اللي كيدافع على الشركات، شكون كيدافع على الشركات؟ هما الاحزاب السياسيين ديال اليمين، هما كيدافعوا، هما اللي كيدافعوا على كيدافعوا على اصحاب الفلوس. هادشي اللي كاين، ملي كينوض مثلا حكومه، واخا تكون حكومه مثلا باغيه تزيد في الضرائب لهاد الناس هادو، كاين احزاب اللي كدافع عليهم، يقول لا وهادي وكينوضوا ضدهم، وكتنوض الروينه، وكتبقاو الصحافه يهضروا، كيبقاو هذا هو الشيء اللي كاين الاخوان. هذا الاخوان الفيديو كان هو هذا، ما كانش، ما عرفتش واش عجبان ديك الضربه ولا ما عجبانش، داك الشيء اللي هرسوه ما عرفتش. هذوك بنادم هذيك بدات واحد الغباشه ما بغاتش وخلاتنيش. المهم ما عرفتش واش صور، يمكن كيبان، يمكن كتبان شي حاجه في الضربه.
يمكن تبان شي حاجه حيت الشمس كانت ضاربه فيها، ملي كتكونش الشمس ضاربه في شي حاجه كيبان. هو راه يخلص هذاك الفيديو، انا غادي نحبس الفيديو. شكرا لكم، شكرا للمشاهده، تهلاو في راسكم، الله يعاونكم. ومساري مرحبا بالاخوان الجداد اللي تسجلوا في القناه ديالي، تهلاو في راسكم، الله يعاونكم.